رجعت ووصلت بقى؟ يعني شلون تعطيهم موعد لتصوير البرنامج بدون ما تشاورني؟ بركي كنت انا مشغوله بكره الساعه 6. ولو كنتي مشغوله انا واثق انك رح تلغي كل مواعيدك ورح تفضي حالك مشان تصوير الحلقه. وليش بقى؟ شو شايفني قاتلي حالي على هيك شغله ولا منتفخ دودي على ما اطلع بالتلفزيون؟ ايه معلش يا ندى، معلش لا تطوشي، حارتنا ضيقه ومنعرف بعضنا. اصلا انت من طول عمرك بتحبي هالشغلات، وروح قلبك تاخدي بوزات قدام الكاميرا وتعدي تنظري وتتفلسفي وتدلي بارائك بالفن والدراما والسياسه والطبخ وكل شيء، ولو محلي اعرفك يعني. حسام حسام لا تستفزني، هي عم فهمك والا قسما بالله بحلف يمين ما سجل المقابله وطالعك انت بسواد الوش. شي حلو والله، كمان عم تهدديني ما تطلعي بالمقابله؟ لك هذا فوق ما دبرت لك طلعه على التلفزيون؟ هي جلساتي؟ هلا انت دبرت لي الطلعه؟ اصلا لو ما كنت انا مرتك ما كان صار هيك لقاء، ولا كانوا فكروا فيك مجرد تفكير، لانه يكون بعلمك يا استاذ، هذا البرنامج ما بيستضيف غير العائلات الفنيه، يعني لو حضرتك تجوزت السنكوحه بنت خالتك، ابي عمرك ما كنت تحلم تطلع بهيك لقاء. ندى، لاخر مره بقول لك احترمي حالك، ولا تقولي عنا سنكوحه، لانها بتطل بنت خالتي، فهمتي ولا ما فهمتي؟ أي سيدي لا تواخذنا إذا جرحنا مشاعرك، لا ألحق معك، ما كان لازم نجيب سيرة البرنسيسة بنت خالتك وداد خانو. ولك ندى عم قلك لك الزمي حدودك وحاجة تتمادي بقى، العمى بقلبك شو صار ليك؟ بعدين معلوماتك هي اللي عم تقولي عنا سنكوحة، ضفرها برقبتك. لك طالما رقبها بضفرتي، ضفرها برقبتي، ليش ما أخذتها؟ ليش أتنت حالك على ما تاخذني ليش؟ ولك ريتو الله كان أخذني وأصرف عمري قبل ما أخذك. لك يخرب بيتك شو شاطومي، يخرب بيتك وبيت بيتك، يخرب بيتك. لك مو بس انت اللي ندمان، انا كمان كتير ندمانة. قالت باخد واحد فنان من نفس الوسط لحتى يفهم طبيعة عملي وافهم طبيعة عمله، لك يبعث لي حمى، يا ريت الله اخذني قبل ما اخذك. انا ليش ما اخذت تاجر الموبيلا اللي كان بتقدم لي؟ ليش؟ مين هالتاجر الموبيلا وليه؟ لا تقولوا لي احسن لك ها؟ وعم تصرخي بوشي؟ لك يلعن الساعة يلي شفتك فيها، لك ها! العمى شو كركيبك كتار، وين بدي احط هالاشرطة؟ لك الحجم بالمكتب يخلصني بقى. في نص تلفزيوني هون بدك يا شي؟ اتحشيه عندك تحت الكنباية واعطيني الجراف الدهري. يمكن الجراف الذهبي عند الكوة. لك حبيبتي اي جرافي، خلصيني بقى حاجة نياطة ما بقى لا يوصلوا. جاهزين يا اهلا وسهلا. اعزائي المشاهدين مساء الخير جميعا، برنامجكم المحبوب رجل لورا ورجل لقدام عودكم على الجديد دائما، وجديدنا لهذه الحلقه هو زيارتنا لمنزل فنانين متالقين حازت اعمالهم الفنيه على النجاح والتقدير في كل مكان. معنا اليوم الممثل الفنان حسام بربر الذي قدم للشاشة أدوارا متميزة، نذكر منها حليب سباع، الإخوة الستين، كيس خيش تحت الشمس، البحث عن شيء ما، وأعمال أخرى لا مجال لذكرها. وبالمقابل معنا أيضا زوجة الفنان حسام المخرجة المعروفة ندى عسملي التي أغنت الشاشة الصغيرة بأعمال تركت بصمات واضحة، نذكر منها التيس الذي أصبح رجلا، نوافذ على بيت خالتي، والأفاق المسدودة وأعمال أخرى. أهلا وسهلا فيكم ببرنامج رجلتين لورا، قصدي برنامج رجل لورا ورجل لقدام. يا أهلا وسهلا فيك، شرفتي أهلين أنسي حسنا. أهلا وسهلا. الله يخليكي. بداية اسمحوا لي هنيكم على هالبيت الجميل هذا يلي عم تتجلى فيه لمسة الذوق والجمال.
يعني من الواضح تماما انه بيت اثنين فنانين. الله يسلمك خليك يا رب. يا ترى شو بتشكل كلمة البيت بالنسبة لكم؟ هو الحقيقة أنا ما بعتبره بيت أبدا، أنا بعتبره وكر، قصدي عش، عش منلجأ له أنا وندى بعد العمل الشاق والمضني لحتى نفرغ فيه همومنا وننسى كل تعبنا وننشحن ليوم تاني ونحن مرتاحين نفسيا ومشرقين ومندفعين، مو هيك حبيبتي؟ طبعا حبيبي طبعا. بصراحة البيت بالنسبة إلنا هو أهم محطة بحياتنا، يعني إذا ما كان هذا البيت له خصوصية وله رونق جمالي مستحيل نحس فيه بالدفء. بصراحة أنا بعتبر إنه هذا البيت هو بمثابة انعكاس لحالة الحب والسعادة اللي عايشين أنا وحسام. الله يخليكم لبعض، وهالشي أكيد واضح وكل الناس بتعرفه. طيب يا ترى أنتوا بتتناقشوا بشغلكم ولا بتنسوا شغلكم بعد ما تفوتوا على البيت؟ لا طبعا بنتناقش، نحن أصلا حياتنا أنا وندى قائمة على الحوار، الحوار الهادي العقلاني المتزن الواعي الحضاري. يعني مثلا أنا بحرص دائما على أني اسمع رأيها بأدواري، خصوصا وأنها مخرجة متميزة وصاحبة نظرة فنية دقيقة كتير. يعني بصراحة ندى هي الناقدة الأولى لأدواري بالإضافة لكونها ملهمتي الجميلة. يا سلام، وانت مدام ندى ما بتاخدي رأي الأستاذ حسام بأعمالك؟ طبعا، كيف لكان؟ معقولة يعني؟ أنا بتناقش مع حسام بكل التفاصيل وبتنور برأيه كمان، يعني ابتداء من اختيار النص وانتهاء بالمونتاج. طيب ما صدف أنكم اختلفتوا بالرأي شي مرة؟ هذا شي طبيعي يا أنسة حسنة، يعني كتير من الأحيان بيكون رأيي مختلف مع رأيها، بس طبعا نحن بنخضع أي مسألة للحوار العقلاني والنقاش المفيد طبعا، ومتوصل بالنهايه للصيغه المناسبه. وهو بيني وبينك اهم شيء فينا، ما بعرف اذا كان متوفر هالشيء بين شخصين تانيين غيرنا، هي ميزه انه نحن ما بنستبد براينا ابدا ولا بنتشنج. طيب مدام ندى، بدي اسالك سؤال ولو خاص شوي، يعني بما انكم بتمتهنوا مهنه لها علاقه بالابداع والمبدا احيانا بيكون عنده غيره ولو انها غيره مهنيه، يعني ما حصل بيناتكم هذا النوع من الغيرة؟ لا ابدا، اكيد مستحيل. انت شو عم تحكي انت؟ انا وحسام ما بنحس بالغيرة من بعض اطلاقا، على العكس تماما. يعني مثلا اي نجاح لندى انا بعتبره نجاح الي، واي فشل الها لا سمح الله بعتبره كمان فشل الي. اي نعم، وانا بتعامل مع حسام بنفس الاسلوب، مو هيك حياتي؟ ما شاء الله كان تطشود. بالحقيقة انا مبسوطة كتير لاني عم مستضيف هيك عائلة نموذجية. طيب ننتقل لجانب تاني، يا ترى بأوقات فراقه شو بتعملوا؟ هو لقلك الحقيقة هواياتنا مشتركة أنا وندى، يعني منمارس نشاطات كتيرة، نتفرج سوا على الأفلام الأجنبية، نتناقش فيها، نقرأ كتب، نحضر ندوات ثقافية، منشوف مسرحيات، منروح زيارات لعند المعارف والأصدقاء، يعني تقريبا وقتنا كله معبى. إن شاء الله العمر كله، الله يخليكم لبعض. مدام ندى، يا ترى شو أكتر دور عجبك من أدوار الأستاذ حسام؟ ما بعرف، يمكن شهادتي بحسام تكون مجروحة، بس الحقيقة كل المسلسلات اللي اشتغلها حسام كانت جيدة، وكل دور فيهم كان عم يقدم شيء مختلف عن الثاني. يعني بصراحة أنا دوره بمسلسل الطرقات الضيقة بكن له كل احترام، وحسام اشتغله بإحساس عالي جدا. وأنت أستاذ حسام، يا ترى شو أكتر عمل عجبك من أعمال زوجتك ندى؟ بصراحة أنا تأثرت كتير بمسلسل الآفاق المسدودة، لدرجة أني بكيت وصرت أشهق لما عرضوا الحلقة الأخيرة منه، وصدقيني لحد هلأ كل ما بيجي على بالي أبكي بحط الحلقة الأخيرة على الفيديو وبقعد ببكي 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 بصمت. فعلا يا ندى أنك حلقت كتير بهالمسلسل. حبيبي أنت مرسي لك، هذا كله فضل وقفتك معي وتشجيعك إلي. لك أنا شو ما عملت معك بحس حالي مقصير. عفوا لأني قاطعتكم، بس معي بعض الأسئلة من الأخوة المواطنين مسجلين على الفيديو، يا ريت نشوفهم سوا. ايه اوكي اوكي اوكي. شو رأيك باللقاء برضو؟ يا عيني على هاللقاء، ما أجمله ومبس جميل، بده يطلع رومانسي كتير. لكن خدي لقطة لبيته من الجنينة للشباك. ايه مو تكرم عينك أنسة حسنة، تفضلوا شباب عجنينة تفضلوا. لك هلا انت امتى بدك تبطلي لي هالعاده؟ ما بدي افهم. انا عاده
عادة البوزات قدام الكاميرا، ما قلت لك لا تاخذي بوزات لحتى ما يصير تصنع بالحلقة. هلا انت انتبهت على التصنع وما انتبهت اني نزلت لك من السماء وانا عم امدحك؟ لك الله ياخذني لحتى ارتاح من العيشة معك يا رب. ليش شو بهالعيشة يا ست الحسن؟ نسيتي شو تزارفتي وتمنطعتي قدام الكاميرا؟ لك اخ اخ على ما يعرفوك على حقيقتك، ما كانوا طالعونا بهيك برنامج، كانوا طالعونا بالسالب والموجب. السالب والموجب؟ ولك يطلع بلعك الهي ما قلت عمتي. لك حسك بقى، حسك عليك، روح بقى. لك خسي خسي بقى، خسي. انت خسي يلعن الساعه اللي جوزت فيها. شو ساعه تحس؟